اختيارات كلها متوقعة بوجود خيسوس، ما يقدمه مع الهلال من بداية الموسم تصدره فارق كبير من النقاط، واضح عمل مدرب، عمل جهاز فني على أعلى مستوى. ياسين بونو يعني ما شاء الله تبارك الله من بداية الموسم حارس فارض نفسه، من مكتسبات الدوري السعودي ليس فقط نادي الهلال، تقريبا في الدوري بوجود إذا ما خانتني الذاكرة 6 أهداف تلقاها ياسين بونو، 3 منها كانت في شوط واحد أمام الاتحاد في مباراة الكلاسيكو، والباقية توزعت على 18 جولة في الدوري إلى هذه اللحظة، دليل أنه حارس عالمي كان ينافس حتى على جائزة أفضل حارس في العالم.